ونختم عشرتنا مشاهدينا الرئيسية بهذا الخبر الثقافي أين أعلنت وزيرة الثقافة والفنون سوريا أنه تقرر رسميا رفع التجميد عن إنجاز متحف الأمير عبد القادر بولاية معسكر. يأتي ذلك خلال إشراف الوزيرة على إحياء الذكرى الـ 190 للمبايعة الأولى للأمير عبد القادر الجزائري. مناسبه للوقوف على سيره ومسيره الرجل الامير الذي استحق اللقب بجداره وباحتراف الغرب قبل الشرق العدو قبل الصديق آه هذا الرجل الذي جمع بين السيف والقلم جمع بين الدين والسلام آه الرجل الذي كان شاعرا زاهدا وكان ايضا فارسا مغوارا ويعني اسس الدولة الجزائرية الأولى بمعناها الحديث بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية وبمرافقة كريمة من السيد الوزير الأول تم الاتفاق مع مصالح المالية على رفع التجميد عن مشروع انجاز المتحف الوطني للأمير عبد القادر بمعسكر